ربي يعطيك الصحة إن شاء الله يا رب. قرار من مدير عام الجهاز بأن هذا المبنى أصبح من ضمن المباني التاريخية. بعد من الأمور هذه الإدارية والاستمارة كذا نقول لعملية اللوحة الرقمية. اللوحة الرقمية هي تأكيد أن هذا المبنى خلاص أصبح محمي بالقانون. هذا قبل كل شيء. الناس ممكن قبل كان ما يعرفش أنه مبنى تاريخي. الآن ما عادش في حجة. العيان كلها أصبحت تعرف أن هذا المبنى تاريخي محمي بالقانون. رقم 3 لسنة 1995. المهم يقرروا باش يدرسوا. الرقوة بتاع السطر بس. طبعا احنا اليوم في ضيافة الاخوة في بلدية نالوت اللي نشكرهم على هذه على حسن الاستقبال والضيافة والاهتمام بنا. طبعا احنا جايين استكمالا لعمل لجنة الاشراف على السجل الوطني اللي هي مختصة بحصر وتحديد المعالم والمباني التاريخية وتسجيلها بالسجل الوطني، واعداد لها طبعا ملف متكامل واستمارات وخاصة ما يتعلق بهذا الحصر والتسجيل. من ثم طبعا اللي يستكمل العمل وياخذ يبان للعيان يجب ان توضع لوحه الرخام على كل موقع يتم تسجيله. الان احنا ثبتنا لوحه الرخاميه على مبنى اللي احنا موجودين فيه، البيت التقليدي النالوتي اللي هو ما يعرف بحوش الحفر. طبعا اليوم انجزنا مجموعة من المواقع تم تثبيت على اللوحات في بلدية نالوت، واللي هي طبعا عددها 11 موقع. إن شاء الله غدوة نستكمل العمل في بلدية الأحوامد على أساس نكمله، حتى هي عندها فيها 5 مواقع من تبدو لها لوحاتها الرخامية. ومن ثم يوم الجمعة إن شاء الله لغريان، عندنا موقع حوش الحفر في غريان. طبعا هذا العمل هو يعني عمل روتيني ومستمر بالنسبة لإجازة المدن التاريخية لكل البلديات. حيتم إن شاء الله حصر بها المعالم والمباني التاريخية وتسجيل ما يرى تسجيلها بالسجل، واستكمال ممكن حتى ترشيحها في على لائحة التراث الإسلامي أو لائحة التراث العالمي حسب ما يرى أهمية المباني بهذه بكل مختلف ربوع ليبيا.